أهلا بكم. حلقتنا النهاردة بعنوان شرع الإسلام في شوارع برمنغهام. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الإرهاب والفساد الإسلامي في إنجلترا، إيه أسبابه وأشكاله، وهنتكلم عن مفاجآت وكوارث للي بيحصل من عصابات إسلامية ومن جرائم بشعة بتحصل على الأرض هناك، واستغلال هؤلاء يعني استغلال غير قانوني لقوانين البلد. يعني الجملة ممكن تحس أنها متناقضة ولكنها حقيقية، هم بيستغلوا قوانين البلاد استغلال في تضليل كبير، ويعني انتشار الإرهاب الإسلامي في المجتمع الإنجليزي اللي بقى دلوقتي بيهدد سلامة الجميع. لكن أولاً أنا لي تعليق على موضوع مهم، وهو موضوع بيان بعض القساوسة الشرقيين إلى كنائس الغرب. هتشوفوا معايا النهاردة أنه الموضوع ده أو تعليقي بالذات مرتبط بصورة مباشرة بحلقة النهاردة واللي هنتكلم فيه. العنوان بتاع البيان ده هو دعوة جماعية للكنيسة العالمية من قادة إنجليين في الشرق الأوسط. البيان ده أصدره 21 قسيس من القساوسة الإنجليين الشرقيين إلى كنائس الغرب. يهمني في هذا الموضوع بالدرجة الأولى موضوع الإسلاموفوبيا. في البيان قال القساوسة إنهم بيرفضوا جميع الأيديولوجيات التي تعرقل السلام الدائم. ذكروا ثلاث نقط، بما في ذلك النقط دي واحدة منهم هو موضوع الإسلاموفوبيا، وهم بيرفضوا الإسلاموفوبيا. ركز على الحتة دي. خليني أسألكم وأسأل اللي أرسلوا الرسالة والمشاهدين، لو سألتكم النهاردة في حديث خاص بدون كاميرات، هل الإسلام يعني دين إرهاب؟ هيكون ردك ايه؟ دين سلام؟ دين مريح قوي؟ دين لطيف نص نص؟ مش عارف. انت كمسيحي مصري او فلسطيني او لبناني او عراقي، اذا حد قالك ان الاسلام دين سلام هتقول له ايه؟ هتفتكر ايه؟ هتفتكر الاسلام عمل ايه في بلدك؟ هتفتكر الاسلام عمل ايه في عيلتك؟ هتفتكر الاسلام عمل ايه في كنيستك في شعبك؟ انت حتى لو مش دارس اسلاميات، خبراتك لوحدها مع الاسلام هتخليك تقول ايه؟ جاوب انت. سؤال اخر، هل تحب انك تعيش تحت رايه الاسلام؟ يعني انتوا عايشين اجبارا تحت رايه الاسلام، لكن ايه رايكم؟ انتوا مستمتعين جدا عندما تتغير رايه الاسلام من شعار في الدوله الى رايه داعش مثلا؟ أو القاعدة أو الطالبان؟ هل الأسيس العراقي أو الأسيس السوري وهم من الموقعين على هذا البيان شايفين أنه ما فعلته داعش في العراق وسوريا إسلاموفوبيا أم حقيقة الإسلام؟ يعني إحنا وإحنا بنعمل كل البرامج اللي عملناها على العراق وداعش واللي حصل والأزيديين والكلام ده كله، كان ده إسلاموفوبيا ولا حقيقة الإسلام؟ هتقول ايه على داعش اذا كان الازهر نفسه لم يقل ان داعش مش مسلمين؟ فلو انت قلت ان اللي عملوه ده مش من الاسلام نبقى بنكذب على نفسنا، مش كده؟ سؤال اخر، هل تقدر انك تعيش في افغانستان تحت حكم الطالبان؟ هيكون لك كنيسة؟ هيكون لك صوت؟ هيكون لك شعب؟ هيكون لك حرية؟ طب يحصل ايه لو الاسلام سيطر على بلادكم تاني زي ما حصل قبل كده، سواء كان من داعش ولا من القاعدة ولا من الاخوان في مصر ولا من السلفيين ولا من اللي بيجي لنا من يعني اللي كان بيجي من السعودية؟ يعني السيطرة الاسلامية بكل اشكالها اثرت عليك انت كمسيحي مصري عراقي فلسطيني ايا كنت، أثرت عليك إزاي أنت وعيلتك؟ لو الإسلام رجع سيطر تاني ولا دخل مصر ولا دخل العراق تاني بالصورة دي،
هتعمل ايه؟ هتحس بالامان والسلام الاسلامي وانت بتحجب بناتك وبتنقبهم يا حلاوه كده وايه يعني؟ او انت بتتفرج على بناتك وهم بيتعرضوا للخطف ويعني لامور كثيره بشعه زي ما بيحصل لمعظم الشعب. ايه راي حضراتكم في الشريعه الاسلاميه؟ الراي الحقيقي. ايه راي حضراتكم عندما تطبق الحدود؟ حدود الشرع الاسلامي. ايه راي حضراتكم لو اراد الحاكم انه يعيد مثلا العهده العمريه؟ هتعملوا ايه؟ هنركب العربيه بالمشقلب عشان دلوقتي مفيش حمير يعني يو نو؟ هيعملوا لين للذميين يمشوا فيه لوحدهم في نص الشارع؟ حضرتك ذمي هترجع عليك الجزيه مره تانية. يعني انا اسفه، الاسلاموفوبيا في نظر حضراتكم ايه؟ انك تقول الحق عن الاسلام؟ اسال برضو للجميع، هل انتوا تحدثتم من قبل عن ما يحدث جوه بلادكم مثلا من حرق الكنائس وتفجيرها، سواء كان مثلا في العراق وسوريا ومصر واللي حصل والسنين من الاضطهاد؟ حد منكم اتكلم على المنابر في هذا الامر؟ ولو اتكلمت هتصلي من اجل الناس، لكن هتقول ان الاسلام هو السبب ولا شويه ناس وحشين مش لطاف؟ هل بنتكلم على خطف بنات المسيحيين واسلمتهم؟ هل بنتكلم ده عن المنبر؟ هل بنعلم الناس انهم يحموا نفسهم ازاي ويقفوا ويجيبوا حقهم ازاي؟ هل الكنيسه المفروض انه احنا يعني نكون صوت للناس؟ بنتكلم عنهم؟ بنقف معاهم؟ بنروح معاهم وبناتهم مخطوفين؟ واخيرا والمهم جدا بالنسبه لنا واللي يعني نفسي انكم تنتبهوا له قوي، ربنا مديكم حصاد من العابرين يعني جاهز. ماذا عن حقوق العابرين؟ هل شفنا حد منكم بيقف قدام الحكومات ويطالب بالسماح للعابرين بالحضور في الكنيسه وانهم يحضروا بامان، او يطالب ان هم يبقى ليهم حريه العباده او حمايتهم من الشرطه او عدم تسليمهم لاهلهم مثلا؟ اتكلمتوا عن الناس دي؟ انا بسمع انه في ناس بتقول لا 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 احنا يعني ما فيش عابرين بالكم اللي بتقولوا عليه دول مثلا يعني، ولكن المسألة مش بالكم، المسألة بالكيف، واحنا عارفين الأعداد الموجودة. عارفين انتوا ليه مش بتتكلموا في الأمور دي؟ لأنكم خايفين من الإسلام ومن المسلمين. الإسلام دين قمعي إرهابي مبني على إرهاب الآخر وإجباره على الحياة بالصورة الإسلامية، واللي بيحصل ده نتيجة طبيعية، الخوف من الإسلام نتيجة طبيعية لما نراه من أثر هذا التعليم الإرهابي على أتباعه. النتيجة بتوريك إن الدين ده بيخلي الناس دول يتحولوا بهذا الشكل. المسلمين هم ضحايا الإسلام، ولكن النتيجة إرهاب. احنا بنسمعكم انكم بتقولوا انه انتوا بتحبوا المسلمين، ونسمع ايضا الكلام انه الشخص العابر اللي بيبشر هو اللي بيكره المسلمين، عنده عقدة يا حرام، العابرين عندهم عقدة من اهلهم المسلمين، والكلام ده اتقال في العلن. لكن في الغرف المغلقة انتم اشد كرها للاسلام من اي حد تاني. اما احنا فاحنا لا بنكره المسلمين ولا بنكره المسيحيين ولا عندنا قضية ولا خناقة مع حد، احنا بالعكس احنا نحب المسلمين ولكن نرفض الإسلام كدين.
احنا بنحب اهلنا ونعلم اننا لما بنوقف على المنبر ونقول الحق ونوصل كلمة الله لأهلنا المسلمين، يمكن احنا اول الناس اللي بتخسر. اهلنا المباشرين بيعادونا، ولكن مع ذلك المسؤولية هي كلمة الله المعطاة بمحبة. بنحب الجميع حتى لو اختلفنا، ولكن بنقول الحق وبنكشف الحقيقة من غير خوف. علشان كده إذا لم تستطيعوا أن تقوموا بما نقوم به من كشف الإسلام وتقديم رسالة المسيح، فعلى الأقل ما تهاجموناش، ما تهاجموش إخواتكم في الجسد وتهاجموا عمل الله، ولا تدعوا أنكم واقفين ضد الإسلاموفوبيا، ودي من أكبر الكوارث اللي سمعتها في حياتي، دي كارثة في حد ذاتها. لأنكم كده بتقولوا إن الإسلام حلو خالص وجميل وكيوت وكل حاجة، ويعني ما فيهوش حاجة، ما حدش لازم يخاف من الإسلام. عن أي إسلام أنتوا بتتكلموا؟ في الحقيقة إن تصرفاتكم وتصريحاتكم بتعكس خوف من الإسلام، لأن في بلدك ما تقدرش تقول كلمة. أنا بصلي من أجلكم، وإحنا مش غضبانين ولا زعلانين، ولكن ليكم علينا الحق إننا نقول لكم كلمة الحق. الأمر محتاج توبة. طيب خليني أخد الأخ هارون لو معانا. طيب أوكي، لما يكون الأخ هارون معانا ياريت تقولي، بس خلينا نخرج مع فاصل قصير قبل ما نستكمل الحلقة. هل تبحث عن إجابات لأسئلتك؟ الحياة GPT هو أول وأذكى تشات بوت مسيحي عربي في العالم، يجيب على أي سؤال عن الإسلام والمسيحية. الحياة GPT موجود لكي يساعدك في رحلة البحث عن الحق. اضغط على الرابط وجربه الآن. خليني أرجع لموضوع الحلقة النهاردة. هو اللي حصل أنه في آخر شهر يوليو الماضي حصل حادث طعن في ساوثبورت في إنجلترا. كان في حفلة رأس معمولة لأطفال صغيرين تابعة لتايلور سويفت المغني. حصل في الحادثة دي حادث الطعن ده، راح ضحيته الثلاث بنات دول، وأيضا أعتقد أنه كان في واحدة تانية يمكن المدرسة اللي كانت بتعلمهم. والحقيقة أنه الحادث كان بشع جدا. اللي قام بالحادث ده واللي البنات دول فقدوا حياتهم فيه اتقبض عليه في نفس اليوم، والبوليس اتكتم على هويته. بعد الحادث بصورة مباشرة على طول الناس قامت بمظاهرات، لأنه يعني لبشاعة الحادث، البنات صغيرين في حفلة أطفال. مين يختار يروح حفلة أطفال علشان يعمل فيها طعن لشيء ما في نفس يعقوب؟ محدش عارف. أوكي، والبوليس متكتم على الأمر. لكن المظاهرات اللي ظهرت اللي خرجت في اليوم ده حصل فيها عنف بين المتظاهرين والشرطة، والمظاهرات المرة دي كانت من الإنجليز نفسهم، ومش كالعادة المهاجرين هم اللي بيخرجوا، ولا المسلمين اللي بيخرجوا، ولا الخارجين علشان غزة وإسرائيل بيخرجوا، لكن دي كانت مظاهرات بتعترض على انتشار الإجرام في البلد، وإنه مفيش تأهيل للناس دول، وإنهم يعني مش بيعاقبوا بشكل مباشر. يعني خليني أشرح لكم الأمر ده شوية. اللي حاصل في إنجلترا إنه الانتشار العدد الكبير من المهاجرين من جنسيات مختلفة، من جنسيات شرقية ومن جنسيات يمكن في أوروبا كمان، عمل تكدس وتكتل في البلد، والشوارع ما بقتش فيها أمان. الناس
ما بتعرفش تمشي في الشارع من غير ما يكون في حد اصطعن، ولا حد بيجري ورا حد بسكينة، ولا اغتصاب، ولا حوادث بشعة بطريقة غير عادية. دي مش حوادث، دي جرائم. اوكي. في اليوم ده اتقال انه حد سرب انه القاتل ده مسلم، وان التسريب ده جه يعني علشان خاطر اليمين المتطرف يطلع ويعمل المظاهرات، وانه ده مصدره اليمين المتطرف. بعد كده نكتشف انه اللي عمل الكذبه دي كانت مش حاجه حقيقيه، لانه ما كانش حد عارف اذا كان الراجل ده مسلم ولا لا. اوكي. انا اشك، لسه اشك ان هو ممكن يكون مسلم، وهقول لكم ليه. اوكي. اللي سرب ده كان راجل باكستاني، طلع التسريب ده وبعته لانجلترا علشان الناس تتأجج مشاعرها ويخرجوا. اوكي. ولكن البوليس لحد النهارده ما قالش ده مسلم ولا مش مسلم. هو قالوا ان هو مهاجر رواندي، وشكله يعني الولد عنده 17 سنه، شكله مش اكبر كتير من البنات دول. بعد كده في معلومة تانية ظهرت انه اللي قال انه المتظاهرين هم من اليمين المتطرف، وده ممكن ما يكونش صحيح ابدا، هم بس مواطنين بيقولوا احنا عايزين نعيش في سلام. التسريب الاول كان من باكستاني، اللي قال انه هم دول يمينيين هو الحقيقة رئيس الوزراء الانجليزي اللي هو ضد اليمينيين، وبيقول ان هو هم السبب يعني لاهداف سياسيه في اعلانه عن الموضوع او في كلامه عن الموضوع، قال انه هم اليمينيين. فقامت البلد على بعضها بقى، واسبوعين ثلاثه من العنف. انجلترا لحد النهارده بسبب هذا الحادث والرواسب بقى الموجوده لحد النهارده في يعني حروب شوارع دايرة. اوكي. رئيس الوزراء ده مشكلة كبيرة، لأنه هو نفسه عنده مبادئ سياسية متطرفة، وبيسموه باسم أنا مش فاكرة اسمه هو، لكن هما بيسموه تو تير سمثينج، نسيت اسمه. هو لسه جديد. تو تير ده هو يعني قرر انه البوليس في البلد هيتعامل مع الناس يعني مع المجموعات الموجوده سواء الانجليز او المهاجرين بقوانين مختلفه. فالمهاجرين ليهم قوانين، ومع البوليس والانجليز ليهم طريقة تانية في التعامل. اللي حصل المتظاهرين وقفوا قدام الجوامع وهاجموا الجوامع، بعض الجوامع، واتظاهروا قدامها. ما حصلش تدمير ولا حاجة، ولكن يعني اللي اتقال ان هم شكلوا خطر على الجوامع. فالمسلمين عملوا ضجة وحماية لمناطقهم وللجوامع، وطلعوا في الشوارع، وفي فيديوهات كتيرة بتلاقي انه بيجروا ورا بعض في الشوارع وبيأججوا بعض. وفي نفس الوقت خرج المسلمين بقى وابتدوا يعتدوا على البارات والمطاعم واللي في مناطقهم، واللي طبعا اصحابها يعني انجليز. حصل تحول ظاهر جدا في استخدام قوانين صارمه ضد الانجليز في المحاكم الانجليزيه، و الأمر يختلف مع المهاجرين. فدلوقتي بقى في ظاهرة غير يعني غير مسبوقة، إنه الإنجليز بيحاسبوا على إنه يعمل تعليق على فيسبوك مثلا، ويقول إنه المهاجرين لازم تتعاملوا معهم بالطريقة دي، أو إنه هذا المهاجر مثلا عمل كذا، فيعتبروا إن ده عنصرية، ويعتبروا ان ده تأجيج لمشاعر الناس، فيتحبسوا.
فواحد يتحبس سنتين علشان علق على الفيسبوك واتهم حد بالعنصرية. يعني مفيش حرية في التعبير، أو أنت هتزعج الأمن. فيبقى تبقى واقف في مظاهرة والمسلم يضرب الإنجليزي، ياخدوا الإنجليزي ويحطوه في السجن. مش هتصدقوا أنه يعني إلى الأمر وصل إلى جرائم الاعتداء على البنات. البنت اعتدي عليها جنسيا، والقاضي حاكمها لأن كان معاها سلاح. مش هو مش سلاح حتى، ده هو بيبر سبراي اللي بيترش في العينين، ده ممنوع. فحطها في السجن اللي يعني أنا كأني بتكلم مثلا على السعودية في العصور الوسطى. الغريب جدا ان هم بيحاكموا الانجليز ويحاكموا المعتدي عليه والابيض يعني اللي زيه، وما بيقودوش على المهاجرين والمسلمين الا نادرا. وعلشان يحطوا كم من الناس دي كلها في السجون، راحوا مخرجين كمان المجرمين اللي في السجون اللي كانوا محبوسين وليهم شهور بقى، يخرجوهم عشان يحطوا ناس جداد اللي هم السوشيال وركرز، الناس اللي بتشتغل في حقوق الانسان، الناس اللي بتدافع عن البلد، بيحطوهم في السجن دلوقتي. دي احداث ليها خلفيات هامه جدا. من العشر سنين الاخيره زاد عدد المهاجرين بشكل رهيب. يعني 40% من مهاجرين انجلترا النهارده هاجروا في العشر سنين اللي فاتت. وطبعا فوق 70% منهم رجال. وزاد عدد جرائم الاعتداءات بالطعن والاغتصاب والمواد الحارقة والضرب في الأماكن العامة وخاصة للنساء. يعني من المرعب إنك لما تدور على جرائم الاغتصاب والطعن في إنجلترا، هتلاقي إنه النسبة الأعلى من الناس اللي بتعتدي جنسيا على الستات هم المسلمين اللي جايين جديد في البلد. وانه في ماب دلوقتي، في خريطه كده محطوط عليها حوادث الطعن فين، او في خريطه تانية محطوط عليها حوادث رمي المواد الحارقه على الناس. البلد دي فيها النهارده حصل حادثة ودي ودي ودي، لما تبص كده تلاقي مثلا 20 حصلوا في الشهر اللي فات. باكستان، أفغانستان، مش فاهمة. فطبعا الناس مضطرين ان هم يعني خلاص فاض بيهم. شوف الفيديو اللي جاي ده. خليني هحط الفيديو ده وبعدين اخد الاخ هارون. شايفين الفيديو ده؟ الثلاث بنات اللي كانوا قدامكم دول اللي انتوا شايفينهم، بتحط لهم بوسترز الناس يعني ايه بتترحم عليهم. اوكي، شوف الست دي بتعمل ايه، بتشيل البوستر. بيفكركم بايه ده؟ يعني ده انت واحده ست وام وثلاث بنات انطعنوا وماتوا بلا سبب. ليه anyway. أسئلة. خليني أخد مداخلة الأخ هارون. أهلا بيك أخ هارون. أهلا أماني، أتمنى تسمعني كويس. أنا سمعك كويس، شكرا على اتصالك النهاردة ومشاركتك. أسفة أنه ما قدرناش ناخدك قبل كده، تفضل. لا ما فيش مشكلة، أنا بس كان نفسي أقول بعض التعليقات عن البيان. أنا طبعا لا أدخل في البيان تفصيلا، ولكن هناك كلمة واحدة أنا هي أكثر شيء أنا أهتم بها، وهي الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا طبعا اسم خاطئ على هذا الموضوع، لأنه الفوبيا طبعا هي الخوف الغير مبرر أو الخوف الهوسي. أي، ولكن هذا الخوف الذي لدى الغرب ولدى الشرق، مش بس الغرب، هو خوف مبرر.
وهناك بعض الأسئلة طبعا نسألها، وهي أنه إن كنتم لا تريدون الكلام في حقوقنا بالتبشير، نحن كقناة الحياة ونحن كعابرين، فلا تتكلموا أفضل من أن تقولوا بأنه هو خوفا وهميا. يعني مش ممكن. النقطة الثانية كمان، أنه لماذا تقولون أن هناك تحديات أمنية عند دخول أي متنصر للكنيسة؟ يعني هل أنت تؤمن بالإسلاموفوبيا ولا تقول شيء غير حقيقي؟ بالضبط. أين حقوق المتنصر في عباداته وخدماته في الكنيسة؟ هذا الشيء كمان يعني غير مبرر أنك تقول هذا الكلام. النقطة الخامسة، بقولوا ماذا عن العابر أو المتنصر الذي يسجن، يضرب، يفقد عمله، يفقد دراسته، تفقد زوجها أو يفقد زوجته وأولاده وعلاقته؟ هل هذا بسبب سواد عيني؟ يعني لا، طبعا بسبب الإسلام طبعاً. لأن الإسلام هو شريعة، هذا الإسلام هو هكذا. الشيء الثاني كمان، لماذا قام الكثيرين من الخدام بمحاربة قناة الحياة في بدايتها واتهمتها بأنها تسبب جلب المصايب للكنيسة؟ أيوه. هل هي إسلاموفوبيا ولا إسلاموفاكتو؟ دي نقطة، دي نقطة مهمة جدا على فكرة. يعني اعتراض دول لحد إلى اليوم بتصلنا مسجات من ناس مسيحيين بيقولك أنتوا السبب في أننا بنضطهد عشان أنتوا بتتكلموا وحش على الإسلام فبيضطهدونا. أنا شخصيا عانيت الأمرين بسبب هذا الموضوع. طبعا. لأنه قام الكثيرين من القادة الخدام الشرق أوسطيين بإرسال إيميلات بأننا لا نفهم ولا نعرف أننا سبب المصايب وحرق الكنائس، ونسوا أن قناة الحياة لم تكن في قصة الكشح أو ولا عبر التاريخ. يعني شيء آخر بقوله، عندما نعلن عن أعتقد أنه من حوالي 12-13 سنة كان في عودة لموضوع الكشح، وحصل تاني قبل كده. أنا أعتقد إن إحنا عملنا لسه من أسبوعين، ولسه من أسبوعين ثلاثة صح، إحنا عملنا فيديو في الوقت ده يا أخ هارون، وأنا متأكدة إن المشاهدين المسيحيين يفتكروه، لأنه حطينا فيه كم عدد المرات والقرى اللي هجمت. الشاشة كان الأسماء يعني الوقائع اللي حصلت كانت عمالة نازلة كده ترف فوق 30-40 حادث، وكان منها وقتها حادثة الكشح البشعة محدش كان اتكلم عليها قبل كده. طبعا. تعليق آخر عندي، وعندما نعلن عن سبب تركنا للإسلام لأنه دين يبيح دماءنا بسبب ارتداننا عنه. فتقولون أننا نكره المسلمين. نحن لا نكره المسلمين أبدا. أنا شخصيا لدي علاقة جيدة مع أهلي. أنا لا أتفق مع الإسلام، لا شريعة ولا دينا ولا شيء، ولكن أنا أحب المسلمين. بعدين أنا بس نفسي أسأل السؤال للأسيس العراقي والأسيس السوري، هل نسيتم ما فعل الدواعش بالمسيحيين في العراق وسوريا؟ يعني أنا نفسي أسأل، هل نسيتم حرف النون؟ الحرف النون الذي كان على بابك بالضبط بالأصفر، وتهجير تهجير المسيحيين. يعني استحالة أنه يكون في مسيحي في العراق أو سوريا لم يلمس شخصيا أو عيلته أو قرايبه من الدواء. استحالة طبعا. يعني أنا ممكن نسأل أي شخص عراقي نقول له إسلاموفوبيا، رح يضحك طبعا، يقول لك طب وماذا عن حرف النون يا حنون؟ طبعا. بعدين في شيء آخر، أنا بقول أنه قناة الحياة هي صوت العابرين. نعم. وأيضا صوت للناس المسيحيين من يؤمنون بأحقية تقديم الرسالة للمسلم بحرية، ولهذا أمين. نمنع من دخول الدول الإسلامية. نعم. سؤال آخر، لماذا يدعون على المنابر في الميكروفونات شيء ويقولون ويكتبون للغرب شيء آخر؟ فهذا ازدواجية في النطق. يعني فأنا شايف كمان أن هناك في المكاتب المغلقة
وفي الجلسات اللي أنا جلستها مع كثير من القادة. نعم وأنا أيضا دون ذكر أسماء. يعني يشجعون ثم يلومون في العلن، فهذا طبعا شيء غير. طيب الـ يعني حسب مؤسسة أوبن دورش اللي بيحطوا أكثر 50 دولة فيها اضطهاد للكنيسة، ما بين 50 45 منها دولة إسلامية. هذا إسلاموفوبيا أم إسلاموفاكت؟ لماذا هناك جمعيات حقوق الإنسان وحقوق الحرية والعقيدة والدين بكثرة في بلادنا؟ ليس لأننا نمتلك الحرية في أن نترك الدين الذي لا نريده أو لا نؤمن به. فبيجي الغرب يدفع عني. يعني طب ما ليس من الأحقية من الكنيسة أنك تدافع عن جارك، يعني اللي هو قريبك يعني. شيء كمان، أنا بالنسبة للبيان أنا ليس لي دخل بمن يدعم ومن لا يدعم، هذا شيء كل واحد على ضميره. ولكن الإسلاموفوبيا كلمة صعبة جدا بالنسبة لنا كعابرين، لأننا عانينا الأمرين. هناك من دفع ثمن، فقدان عمل زي ما ذكرت، فقدان كل علاقات، وللأسف الشديد نعلم من أصدقائنا وصديقاتنا الذين دفعوا هذا الثمن بدمائهم. فعندما يقتل، يعني حسب جمعيات حقوق الإنسان والإيمان أو religious freedom، العام 2023 قتل 4950 وفكة شخص ارتدوا عن الإسلام. هل دماء هذه 5000 تقريبا عبث، أم أنك بسبب الخوف؟ وأنا على فكرة أنا أبرر لهم هذا، يعني لو أنت عايز تخاف ماشي خلاص، إحنا أنت لك الحرية أن تخاف. لا بس ما تحاربناش كمان، يعني مش على موضوع محاربتنا أنا مقتنع. لا عموما يعني ما تحاربش العمل. يعني خاف ماشي طبعا، إن لم تكن لديك الشجاعة بأن تقول الحقيقة في الخلف وفي الأمام فمن الأفضل أكثر. فيعني إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب يا أخي. وبعدين إنه لما واحد بيقول إنه العابر الذي يتكلم يكره الإسلام بسبب إنه هو عانى منه فيعني ينتقم عليه، لا 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 لا، هذا كلام غير مبرر وهذا كلام غير صحيح. وأقولها من هذا المنبر إنه نحن نحب المسلمين حبا شديدا. أنا شخصيا أحب المسلمين جدا طبعا، ولكن لا أتفق مع أي ايديولوجي يرفض حريتي في العقيدة. صح وإحنا يعني مش بس يعني الخدمة اللي بنقوم بيها كعابرين عموما، وأي عابر على منبر بيوصل كلمته كلمة الرب لأهله، الناس بتقبل من العابر لأنهم عارفين أنه الكلام اللي طالع عن خبرة وعن محبة. أنا بعرف، وهو صديق عزيز جدا، شخص عابر كان طبعا من وراء الكواليس يخدم في خدمة في كنيسة ما، وعندما لم يكن متفقا مع قادة الكنيسة على هذا الموضوع أو على موضوع معين، طلبوا منه أن لا يأتي. فيعني أنت يا معنا يا علينا، شيء غير عادي. فيعني للعابر ليس الأحقية بأن يقول رأيه عما اختبر حقيقة من معاناته بمعاناته من أجل إيمانه بيسوع المسيح له كل المجد. ولكن هناك شيء مهم جدا أماني أنه احنا نقوله من هذا المنبر أيضا،
المسيحي الذي لا يريد أن يقول الحقيقة، هذا أيضا هو أخنا وأختنا. ولكن يا أخي أنت في الشرق الأوسط شمال أفريقيا وفي كلها أنت فقط 5% أو يمكن أقل، فالأغلبية هي 95%. أنت اشتغل على 5% وارتاح ودينا احنا المفتاح للتانيين، فخلي يعني ريح نفسك وأحسن، علشان الحياة الإزدواجية بتتعبك أنت يعني. والحياة أنها بتشوه الرسالة، الحياة المزدوجة دي بتشوه الرسالة يعني. إن كان هناك شخص لم يكن politically correct، إن كان هناك اللي هو يعني شخص ضد التيار، فهو المسيح له كل المجد. ألم يقول المسيح للمرائين يا مرائين أمام كل الناس؟ نعم. لا نتهم أحد بأي شيء، ولكن لا تقولوا بأن ما عانيناه هو خوف وهمي. فالوهم ليس لدينا بل الحقيقة. لا، مش خوف وهمي، كل واحد مننا عنده قصص شخصية وقصص الثمار اللي ربنا بيديهولنا. بس وحضرتك معانا على الهواء، أنا يعني حابة أقول لك قصة وصلتني امبارح. أنا بحب القصص. أخ عزيز في بلد من البلاد اللي منها بعض هؤلاء القصص، آمن بالمسيح من خلال القناة من سنين طويلة، هو وأسرته وولاده. يعني طبعا وجودهم في كنيسة كان في منتهى الصعوبة، كتب لي كتير عن الصعوبات اللي مر بيها عن في الكنائس، وانه ما عندوش مجتمع وكده. لكن الرب كان بيعمل معاه ايه؟ لانه اتعلم وركز على الخدمة، الرب بيديله ثمر واحد واحد. دلوقتي بقوا 9، العيلة بقوا 9 من ولاد عم وولاد خالة، او بنت اتجوزت وجوزها جه للمسيح وكده، وحياتهم صعبة جدا يا خارون. طبعا انا طيب، مادام انت قلت قصه يبقى قصه بقصه. اتفضل. انا عندي صديق اعتبره ابن بصراحه، صديق بحبه جدا. يعاني كثيرا من اجل بسبب ايمانه. والمشكله انه اعضاء العائله هم اللي هم بيحاربوه، حاربوه هو وزوجته وابنه. يعني كانوا بدهم يعني يطلعوا من الميراث ومن العلاقة العائلية. فشيء شوفي، لا نريد أن نقول أيضا بأنه يعني إحنا بنقول الإسلاموفوبيا لأننا مع إسرائيل ولا مع فلسطين ولا ضد حماس ولا ضد لا 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 لا, لا. الشيء المهم هنا، نحن نصلي من أجل الطرفين، كل الأبرياء نصلي من أجلهم. قلوبنا مجروحة بسبب الذي يحصل، نصلي من أجل السلام. هناك كثيرين اللي دفعوا ثمن غلطات سياسية وقرارات سياسية، وهذا ليس من أعمالنا. إحنا ما بدنا هذا الموضوع يكون هو شغلتنا الشاغل. نصلي من أجل الطرفين ونساعد الطرفين. وعلى فكرة نحن كقناة الحياة وكمؤسسة الحياة نساعد الطرفين. ولا يستطيع أي أحد أن يقول أنا لا نعمل هذا، ولكن نعمله بالخفاء. بس أنا حبيت أقول هذا الموضوع بسبب واحد، بسبب أنه حتى لا نتهم عندما نقول بأن العقيدة والشريعة الإسلامية هي ليس فوبيا، فحتى لا نتهم بأننا يعني تصهينا. لا نتصهين ولا، هذا أصلا هي الكلمة غلط. ونحن نحب المسيح ونحب المسلمين جدا، لذلك نضع حياتنا في خطر. أصل خدمتنا هو نقد و يعني كشف
الحقائق المرة اللي في الإسلام اللي بتدي حرية للناس وتوصيل رسالة الله. فأما يعني أما تيجي تقول لي إسلاموفوبيا يعني كل الحلقات اللي اتعملت عن مشاكل وإجرام الفقه الإسلامي ويعني يعني بس برنامج المرأة المسلمة اتكلمنا قد إيه على الإجرام اللي بيحصل في حياة المرأة المسلمة بسبب العقيدة الإسلامية، وجايين تقول لنا أنتوا خايفين من الإسلام ليه؟ أنا أحب أقول نقطة أخيرة لأنه أخذت وقتك البرنامج أكثر. بحب أقول إنه أنا من هذا المنبر، أيضا هذا المنبر أريد أن أشكر كل شخص من الذين أمام ووراء الكاميرا من المسيحيين اللي هم واقفين معنا. أنتوا وقفتوا معنا، واقفين معنا لكي تصلوا إلى أهالينا. شكرا شكرا شكرا، الرب يبارككم ويكون معكم ويحفظكم من شر وشبه الشر. نحن نعتبركم جزء من عائلتنا، العائلة الجديدة، عائلة المسيح. أمين. إحنا جسد المسيح فعلا، لازم يكون في وحدة ولازم نتوب عن هذا الانقسام. أنا بشكرك. أمين. جدا. أمين. شكرا. نعم. شكرا. أمين. شكرا لك أخ هارون، الرب يباركك. طيب الأخ هارون إبراهيم مدير قناة الحياة، الحياة دائما يثري البرنامج بمشاركته. أنا يعني شاكرة جدا لتعديدك لكل ما قلنا النهاردة، وصلتنا من أجل إخواتنا أنه يحصل فعلا توبة واتحاد والتركيز على عمل الله على الأرض. الناس اللي الأخ هارون اتكلم عنهم النهاردة والناس اللي أنا اتكلمت عنهم النهاردة ثمار عمل ربنا اللي عمله، ويحتاجوا تعضيد الناس على الأرض، يحتاجوا تعضيد الكنائس على الأرض، يحتاجوا محبة حقيقية والتحام حقيقي بجسد الرب. فإحنا بنصلي من أجل شفاء في الجسد، ويكون الهدف إنه الكل يقول ليس لنا ولكن لإسمك تعطي مجدا. أمين. خليني أرجع بقى لموضوع الحلقة الصعب، واللي قبل ما يعني أرجع أستكمل الموضوع خليني أقول نقطتين مهمين علشان عارفة إنه الوقت هيقذف ومش هلحق أقولهم. عندي خبر صار، عندي خبر حلو جدا. الحلقة اللي جاية هيكون معايا ضفتين قمرتين حلوين، وحشوكوا جدا انهم يكونوا معانا على الشاشه، وحشوني جدا انهم يكونوا معانا على الشاشه ايضا. هم الاخت فرحه والاخت مارينا هيشرفونا في الحلقه اللي جايه على الهواء. فحضروا اسئلتكم واتصالاتكم لترحيب بيهم ورسائلكم في اسم يسوع. هتكون حلقه مميزه وهتكون بركه لكثيرين. النقطه الثانيه انه الموضوع اللي انا محضره لكم النهارده عن الشريعه في انجلترا والتغيير اللي بيحصل، وازاي نقف امام الايديولوجيات الشريره اللي عايزه تقضي على حريه الانسان. يعني المسلمين في اللي عايشين في انجلترا اهدافهم موجوده على الانترنت. يعني انتوا عارفين ان هم عايزين يأسلموا انجلترا وعايزين يأسلموا الغرب، وبينتشروا بعدد الاطفال وايضا بالاسلمة الناس اللي هناك وهكذا. اوكي. وعايزين يمسكوا العالم الغربي كله. احنا في اسم يسوع بنقف امام ده وبنقول ان اسم يسوع يسود على كل بلد فيها الكذب ده والشر ده، وإنه الله يصل أيضا للمسلمين اللي عايشين هناك من خلال التعديل اللي لازم يحصل. هتستغربوا جدا إنه الناس اللي هتشوفوا بعض مداخلاتهم النهاردة هم نفسهم بيعودوا إلى إحنا بعدنا عن المسيح عشان كده بيحصل ده فينا. فالمسيح هو الحل دايما. أنا هكمل بقية الحلقة دي في حلقات قادمة، يمكن بعد حلقة الأخت فرحة والأخت مارينا، علشان في أمور مهمة جدا مستخبية تحت الأرض محدش عارفها من جرائم وعصابات لتوظيف لاستخدام البنات جنسيا وبيعهم، ويعني سوق عبيد موجود تحت الأرض في إنجلترا.
بيقودوا مين؟ عصابات مسلمة. شيء مرعب. فهكمل معاكم الحلقة في وقت تاني، خلينا نمشي فيها بقدر الإمكان. كنت بقول لكم إنه الجرائم، شايفين الست دي هتعدد لكم في يوم واحد في كم جريمة؟ عددت يمكن 15 جريمة تقريبا حصلت في اليوم ده. That's a fresh one that happened today. A restaurant stabbing in Forest Gate. A man is critically ill in hospital after that. A really bad stabbing in Gorton near Manchester, where a lovely woman was killed and a Christian preacher husband and her daughter were both stabbed. There's been a stabbing in Truro. Yeah, little old Truro. An acid attacker has struck in a place called TP Valley in Wales, a place I actually know quite well, believe it or not. In Peterborough, there's been a triple واحد يعني حتى في ستابنج لستات، حوادث طعن لستات والمواد الحارقة اللي بيرموها، حتى واحد قاعد على كرسي طعنوه لسبب من الأسباب محدش عارفه. على فكرة الست دي في الحلقات اللي عملتها في الأيام الماضية اتكلمت كتير جدا عن أهمية عودة البلد لإيمانها المسيحي الحقيقي ولمبادئها المسيحية اللي عاشت بيها البلد دي طول عمرها. أوكي؟ طبعا الحوادث دي معظمها مهاجرين مسلمين. شوفوا الـ يعني القدرة بقى، يعني في كتير حوادث بتحصل تلاقي واحد يروح ماشي ضارب واحدة ست وموقعها من غير أي سبب، هو جاي غضبان على الدنيا وعايز يطلعه على الستات. شوف المهاجر أبو دقن وست محجبة ده بيعمل ايه. شوف، جاء البنت تديله الأكل فراح رامي الأكل، حادفها بالأكل في وشها. طبعا مراته هتطلع تجري، هو مش عارف يعني، انا ما عرفتش هو عمل كده ليه. قالت له حاجه زعلته، حاجه ما بسطتوش، الاكل ما عجبوش، ولكن شايفين الشكل، الدقن والست المحجبه ومش عارف ايه، حاسين يعني جايين بثقافتهم المره، وتقول لي انه الاسلام لا يصنع هؤلاء. الاسلام ما صنع هؤلاء. يعني في حملة دلوقتي الحقيقة ان انا ما حبيتش احط منها حاجة لانه الكلام فيها مزعج وقذر جدا، في حملة للقبض على الرجالة اللي بجميع الاعمار بقى، اللي بيستدرجوا البنات القاصرات ويغروهم بحاجات علشان يعتدوا عليهم جنسيا وياخدوهم ويستخدموهم ايضا في يعني السكس ترافيكينج. وتشوف الاحاديث اللي بينهم، اللي بين مثلا اللي هم بيقبضوا عليه، بيقبضوا على الراجل ده، بيكون معاهم اللي قالوا للبنت كلام في منتهى القذاره. فعارفين العامل المشترك انه معظمهم يقولوا انا مسلم، وحاسس انه يعني ما يقول انا مسلم هيخافوا منه، هيحميه الاسلام، ولكن العامل المشترك ان يقول لك لا انا مسلم، اصل انا مسلم انا ما يعني. ويقولوا له طب انت مسلم هتتجوز بنت عندها 13 سنه؟ يقول له اه. وانت ما كنتش، انت كان عايز يعتدي عليها مش يتجوزها، وجايه تقابله ومستخبي، ورجال عندهم 50 سنه و 60 سنه، وبعدين عيل عنده 18 19 سنه، جايين متقلهم ان الستات دول تقدر تعمل فيهم اللي انت عايزه، اصل دول ولاد الكفار. ويقول الشرع بيقول ان انا حلال اتجوز واحده طفله، ايه المشكله يعني؟ واحد قالها كده. اه طبعا اقدر اتجوز واحده طفله، ده الشرع. شايفين فرق الثقافات؟ بس ده بقى الحال، والانجليزي بقى هيقول له ايه؟ انجلترا استيقظت كده فجأة على واقع مرير. الثقافة الإسلامية غطت على كل اللي يعرفوه، تهاونوا في الحق حقهم
وعملوا تنازلات قدمها المجتمع الإنجليزي علشان يوسع المجال للثقافات المهاجرين الدينية والأخلاقية، مش كده؟ فده خلى ثقافة المهاجرين الدينية والأخلاقية تسيطر على المجتمع. شوفوا يعني مفاهيم ما بعد الحداثة بقى اللي بالنسبة للمجتمع الإنجليزي دي أشرها على الإطلاق الإسلاموفوبيا والبوليتيكال كوركتنس. يقولك يعني أنا لازم أكون معتدل، يعني الكلام اللي أقوله يبقى منضبط، لا يزعل ده ولا يعني يزعل ده. خليني أقدم لكم وجهة نظر محلل سياسي إنجليزي في اللي حصل للثقافة دي، لثقافته والبلده. ده على منصة رامبل اللي بيقدروا يتكلموا فيها بحريتهم وكده. بيقول في برنامج مع شخص اسمه وينستون مارشال، وهو الحقيقي مسيحي محافظ، وبيتكلم بمنتهى الانضباط والاعتدال، مفيش تطرف، ولكن بيتكلم في أمور سياسية واجتماعية مهمة. استضاف المحلل ده اسمه دوغلاس كارسويل، وهو سياسي بريطاني. بيقول انه في سببين رئيسيين للتحول في المجتمع البريطاني: مشكلة النسبية الثقافية، المجتمع الغربي اللي هي الأولانية، انه في نسبية ثقافية، يعني يقول لك المجتمع الغربي ما مش لازم يفرض ثقافته على المهاجرين ويخليهم يغيروا ثقافتهم او يتفاعلوا ويندمجوا مع الثقافة المحلية. من أكبر المصايب اللي حصلت، لأنه المهاجر بيجي بكل مشاكله وكل مصايبه الثقافية الدينية الإسلامية المرة ويطبقها على البلد فيغير البلد. فبقى الناتج دلوقتي أنكم شايفين اللي شايفينه ده على الأرض، وأنه البلد وقوانين البلد ما تفرضش عقوبات على من يخالف القانون. دي حاجة من الأسباب اللي قالها، بسبب ثقافته أو دينه مثلا في حالة المسلمين تحديدا، لأنه لو عمل كده هتبقى إسلاموفوبيا. ما تحطوش قدام القانون عشان دي إسلاموفوبيا. أوكي؟ يروح يعتدي على مراته ويغتصبها ويقول لك لا، ما هو في عنده في الإسلام يقدر يغتصبها، عنده في الإسلام يقدر يضربها، عنده في الإسلام ولو قلت له لا هتبقى إسلاموفوبيك. النهاردة في 85 محكمة شرعية إسلامية في إنجلترا، بيحكموا في إيه بقى وبيتحكموا في إيه وإيه تأثيرهم تفتكروا؟ بيتكلموا في الجواز والطلاق والضرب والاعتداء الجنسي والكلام ده كله والنسب كمان. المحاكم الشرعية الإسلامية من حقها أنها تتكلم في الموضوع ده، في المواضيع دي، ومن حقها أنها تعمل يعني تصريف لأمور الناس دي. حد يقدر يكون مراقب للي بيحصل للستات جوه المحاكم دي ايه؟ حد يقدر يقول انه انت بتضرب مراتك او بتضرب ولادك او هتجوز بنتك القاصر؟ لانكم سمحتوا انكم تضعوا قانون جاهلي يعني شرير، مش عارفه اقول عليه ايه، ده يعني شيطاني، بقى بيحكم على بناتكم، لانه كمان بقى عندكم انجليز مسلمين بيتجوزوا الرجاله دول ويروحوا المحاكم الشرعيه ويحصل فيهم الكلام ده كله. شوفوا بقى الفيديو اللي جاي ده، اللي يعني مش هتصدق نفسك انك بتسمع. اسمع. الست دي ابوها مسلم، شاف كان يمكن على علاقة بأمها، سابها لما كانت حامل ما اتجوزهاش، وهي توصف لك العلاقة اللي بينهم إيه وهو بيوصفها بإيه. اسمع. My name's Yasmin and I'd like to do this video to agree with the people that speak badly about Islam. Now, if you don't like a religion, it's my opinion if I want to say I don't like a religion. It has nothing to do with racism. It's because I don't like what that religion or that cult stands for. In my opinion, Islam is not a religion. It's a cult. Islam is deen. There is a lot of cruel things in the Quran that
There are a lot of things about killing people, hurting people, getting rid of infidels. That would be the Christians, etc. They're not an accepting religion. They don't accept outsiders and they don't treat people well. How do I know this? Because my dad's Muslim. My dad abandoned my mum when she was pregnant. My mum's Catholic. I'm Protestant. I found my dad after many, many years as a young woman. I found my dad and I wasn't accepted. My dad, I thought, was a cultured man, as he is a businessman. Doesn't accept women as being equals and doesn't want to speak to me. لا يقبل النساء يكونوا مساويين ليهم. My own father wouldn't give me the name on the birth certificate because أبويا I am. ما حطش اسمه على شهادة الميلاد بتاعتها لأنها حرام. ادي الشرع الاسلامي مش هيحط اسمه لانها حرام. هل الراجل ده اللي بقاله بتاع يعني ممكن بقاله 50 سنة هناك ولكن مازال حد يقول لها انه ممكن يتجوزها حسب الشرع لان ماء الزنا هدر؟ تخيلوا في انجلترا يقدر يوقف في المحكمة الشرعية ويقول اصل ماء الزنا هدر مش هديها اسم. نقل الثقافة إسلامية يعني لا توازي ولا تتفق مع أصل البلد وثقافتها وحضارتها. You know? خلي بالكو إنه ده بيحصل النهاردة في إنجلترا وبيعينوا مسلمين في البرلمانات قسرا. أنا هقف عند ده وأقول بس يعني هكمل الحلقة في أسابيع قادمة. لكن عايزة أقول حاجة عن مسؤوليتنا إن إحنا نقول كلمة الحق بمحبة. على فكرة إحنا لما بنقول كلمة الحق للمسلمين إخواتنا أهلنا ناسنا إحنا بنقول لك علشان تعرف الحق وتختار. أنا مسؤوليتي إن أنا أكشف لك. أنت ذاكر، أنت ابحث واختار الله أو لا تختار الله ده اختيارك، لكن أنت عرفت الطريق، لكن انت سمعت الكلمة. كتير مننا عمرنا ما سمعنا. انا عايز اقول انه الآية اللي بتقول انا الكرمة وانتم الاغصان، من يثبت فيا وانا فيه فهو الذي يأتي بثمر، كأنكم لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. واحنا رب بنعطيك كل المجد فيما صنعت في وسطنا، في كشف حقيقة الإسلام ولمس قلوب إخواتنا المسلمين اللي أصبحوا عابرين وفي جسد الكنيسة اليوم. وبنشكرك لأنك أنت أيضا يا رب تصنع كل إصلاح في قلوبنا وفي وسط كنيستنا وفي وسط الجسد ككل، وتنير عقولنا لأنك تكون دائما المصدر لكل شيء في حياتنا، وكل المجد ليك. بصلي من أجلكم وبصلي من أجل كل إخواتنا اللي ذكرناهم النهاردة من الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية. بنصلي من أجل إنجلترا، بنصلي من أجل مسلمين الإنجلترا إنه يكون ده اللي بيحصل، ده فتح العيون قلوبهم لمعرفة المسيح، لأنه فقط المسيح هو الحل. إلى اللقاء.